انت ساكت ليه ما بتتكلمش؟ والله خلاص ما بقتش تحس. السلام عليكم. هناك مثل يقول: إن لم تستطع مقاومة الاغتصاب فحاول أن تستمتع. نعم، إن لم تستطع مقاومة من يغتصبك فحاول أن تستمتع. مثل غريب. هذا المثل طبقه قادة حزب العدالة والتنمية بالحرف. لكن قبل أن أشرح لكم كيف، دعنا نرد على من يتهمون حملة مقاطعون أنها حملة تقف وراءها أحزاب سياسية. والغريب أنهم يتهمون البي جي دي. يقول بعضهم أنها حملة سياسية. نحن نعرف بعضنا جيدا، أكبر الصفحات التي تقود الحملة كلهم غير منتمين. الحملة جاءت من تونس إلى الجزائر، تتذكرون هاشتاك خليها تصدي، ثم طبقناها نحن في المغرب. هل يوجد البي جي دي في الجزائر كذلك؟ فمثلا على سبيل المثال، لكي أتحدث بشكل واقعي، سأبدأ بنفسي أنا مثلا الذي تشرفت بتصميم هذا المنشور في بداية الحملة، والذي أصبح أشهر منشور للحملة. شكرا لكم على مشاركته والحمد لله. أنا لا أنتمي إلى أي حزب على الإطلاق، ولم أصوت في حياتي كلها، كلها صفحات شباب ساخط على الوضع الغير منتمي، ومن منشوراتهم ستعرف أنهم لا يمدحون أي سياسي وساخطين على الكل، طبعا لأن الكل سيء وليس لأن الشباب عدميون. لكن هذه الاتهامات للحملة بأنها سياسية وردود فعل الوزراء المجنونة، كل هذا مجرد دليل على نجاح الحملة. لم يستطيعوا كبحها. حملة ضخمة جدا كموجة تسونامي لا ترحم أبدا، من المستحيل مقاومتها. أما فيما يخص حزب العدالة والتنمية وكيف يطبق مثل إن لم تستطع أن تقاوم الاغتصاب فحاول أن تستمتع، فببساطة عندما كان الحزب خارج الحكومة كان يهاجم الفساد والفاسدين، لكنه عندما رفض البقاء في الشارع في 2011 وفضل المشاركة في الانتخابات صوت عليه الشعب ضد في باقي الأحزاب، فوجد نفسه في المقدمة. لكن بسبب النظام السياسي والنظام الانتخابي المريض في المغرب وجد أنه لا يستطيع أن يحكم وحده، بل يجب أن يتحالف مع أحزاب أخرى، والأحزاب الأخرى تضم الفاسدين الذين كان ينتقدهم قبل ذلك. فجاء التنازل الأول، تحالف مع الفاسدين، بعد ذلك خفف لهجته تجاه الفساد لأنه تحالف معها، ثم بعد أن مر خطر 20 فبراير بسلام خرج المخزن ينتقم من أبناء الشعب بالقمع. وزارة الداخلية لم يكن يتحكم فيها بن كيران رئيس الحكومة، فهي وزارة سيادية خارج سيطرته، فكان عليه أن يختار إما أن يهاجم وزارة الداخلية التي تقمع الشعب أو يؤيدها. وهنا جاء التنازل الثاني. ما كانش مسيرة بدون رخصة. هو وزير العدل معايا، ما خصوش يبان بلي حنا يا متعاطفين مع الطلبة ضد الإدارة ولا ضد المواطن ضد رجال الأمن. اختار تبرير قمع الداخلية للشعب، فقد جزء من شعبيته، لكنه احتفظ بالمناصب وبقي في الحكومة يستمتع بالمناصب. انتهت مدة بن كيران ومر الربيع العربي بسلام. كان لابد من التخلص من مزعج في الكلام كبن كيران. أكيد هو يبرر القمع لكنه مزعج في الكلام. لكن الشعب أعطى فرصة أخرى لبن كيران، لكن المخزن قرر التخلص منها، فجاء البلوكاج. بعدها بدأ القمع الحقيقي في الريف. سنوات الرصاص عادت. صعد سعد الدين الكتماني كرئيس للحكومة بعد أن اختاره المخزن بسبب أنه شخص كتوم غير مزعج يطبق الأوامر بكل سذاجة، لا شعبية له ولا حضور. بعد ذلك تخلص حزب العدالة كذلك من بن كيران كما تخلص منه المخزن، محاولين إضاء هذا المخزن. وجاء التنازل الأخير والاستسلام للحزب، وأصبح يتبنى ويبرر كل جرائم في حق الشعب المغربي والقمع. وبدأت المواقف المخزية لحزب العدالة والتنمية، ثم جاءت احتجاجات جرادة، وتستمر المواقف المخزية للحزب. فقدوا شعبيتهم تماما، استسلموا للتحكم، للمخزن، للفساد، خسروا الشعب، وقبلوا بأن يغتصبهم الفساد والمخزن وتحالفوا معهم ويبررون فظاعاتهم ويشاركون فيها. لماذا يفعلون كل هذا؟ للحفاظ على المتاع والمتع، فقد خسروا كل شيء، الشعب ورضا المخزن، وبقيت لهم فقط المتعة، المناصب، امتيازات، سيارات، أجور، تقاعد، جاه، كاميرات، ومستعدين لفعل أي شيء فقط للحفاظ على تلك الامتيازات. وها أنتم تشاهدون جرائمهم وتبريرهم لقمع الشعب وسحله وإهانته. باعوا كل القيم، اختفت كل الشعارات، تغير الحال، ويستمتعون بالمال. حاولوا مقاومة اغتصاب المخزن لهم، فشلوا في ذلك، فقرروا الاستمتاع باللحظة
وطبقوا المثل بالحرف، إن لم تستطع مقاومة الاغتصاب فحاول أن تستمتع. بالإشارة، فالرجال لا تسمح لهم أنفسهم بالاستمتاع بشيء مهين ضد مبادئهم وقيمهم التي لا طالما دافعوا عنها. وفي نهاية هذا الفيديو أقول لكم، الحملة نجحت. بما أنهم خرجوا من جحورهم يهاجموننا يعني أنها نجحت، فإن لم تنجح لاكتفوا بتجاهلنا تماما. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.